تصريحات متتابعة في ظل تطورات عسكرية كبيرة وارتفاع لعدد القتلى في الجيش الإسرائيلي. نعم، الارتفاع متوقع، والتصريحات منذ يوم أمس تقريبا وهي لها خط واضح تؤكد على أن هذه الحرب ستستمر، لكن سيكون لها أثمان باهظة، وهو ما فسر على أنه من قبل القيادات الإسرائيلية المختلفة سواء السياسية أم العسكرية التي تدلي بهذه التصريحات، بأنه جهد من أجل تهيئة الرأي العام الإسرائيلي إلى أنه عدد القتلى في الجيش سيكون عاليا تحديدا في منطقة غزة وفي هذه العملية البرية التي يقول نتنياهو وقال من قبله رئيس هيئة الأركان ويعود على ذلك غانس أيضا ورئيس وزير الدفاع من قبلهما بأنها قد تحرز تقدما بطيئا، لكنها أصبحت عند الأطراف الداخلية لأحياء مدينة غزة. وحسب رئيس هيئة الأركان فإن مدينة غزة محاصرة حسب تعبيره، والقتال هو وجها لوجه، قتال ضاري وجها لوجه كما وصفه. الآن تأتي كل هذه التصريحات بالإضافة إضافة إلى ذلك إلى تهيئة الرأي العام لوجود خسائر بالأرواح عالية في صفوف الجيش الإسرائيلي قد يعلن عنها لاحقا أو قد تتوالى، يأتي أيضا في محاولة للتأكيد لشحذ الهمم في الشارع الإسرائيلي كي يظل داعما لهذه العملية. آخر الاستطلاعات في إسرائيل قبل أن تبدأ العملية البرية كانت تتحدث عن أن 65% من الإسرائيليين يؤيدون العملية البرية. الآن ستظهر خلال اليومين المقبلين ربما غدا استطلاعات جديدة تشير إلى ما إذا هذه النسبة تزداد أم تقل، خاصة وأن هناك قلق متزايد في أوساط ذوي الإسرائيليين سواء مدنيين أو عسكريين المحتجزين في قطاع غزة. هذا الأمر بحد ذاته يقلق قطاعات متزايدة في الشارع الإسرائيلي في ظل حالة انعدام الثقة التي ميزت ردات الفعل الإسرائيلية في الشارع الإسرائيلي تجاه القيادتين السياسية والعسكرية، وتزايدت معها الأصوات التي تحمل نتنياهو وحكومته وتصفه المسؤولية وتصفها بأنها أفشل الحكومات الإسرائيلية في كافة المهام. ففي المؤتمر الذي شاهدناه لنتنياهو ووزير ماله سموتريتش هم يحاولون أيضا الإظهار وكأنهم يقومون بواجبهم تجاه الذين رحلوا عن منازلهم أو المناطق الواقعة على الجبهة وتعرضت مثل غلاف غزة أو على طول الحدود مع لبنان. لذلك نرى مثل هذه التصريحات التي تتوالى والتي لا بد من الإشارة إلى أنها تأتي عشية الكلمة المتوقعة للأمين العام لحزب الله والتي ينتظرها أنها أيضا في إسرائيل ليعرفوا إلى أين تتجه الأمور، ما إذا سيكون هناك انفجار لمواجهة جديدة وجبهة جديدة تضاف إلى جبهة غزة المشتعلة على نحو غير مسبوق. وكل التصريحات هذه أيضا لا بد من أخذها في سياق ما أعلنه رئيس هيئة الأركان بأن الجيش الإسرائيلي بكامل جاهزيته للدخول في معارك على أكثر من جبهة، لكن واضح بأن قدوم وزير الخارجية الأمريكية بلينكن غدا له علاقة أيضا في الجهود المتواصلة لمنع وقوع فتح جبهات جديدة من مناطق أخرى وإظهار مدى الدعم الأمريكي من ناحية، ومن ناحية أخرى محاولة تسليك الاتصالات التي تجري من أجل إخلاء سبيل المحتجزين الموجودين في قطاع غزة. هذه الأمور مجتمعة كلها تتداخل، الوضع يصفه كافة المسؤولين في إسرائيل بأنه معقد ومتداخل جدا سواء على الصعيد الميداني أو على الصعيد السياسي، وهناك خشية لدى القيادات الإسرائيلية من أن نافذة الفرص التي منحتهم إياها أمريكا ومعها الرأي العام الغربي أو الإدارات الغربية، هذه النافذة ليست إلى ما لا نهاية وأنها قد تكون محدودة. وأن كانت الولايات المتحدة قد أعلنت بأنه لم يحن بعد وقت وقف إطلاق النار وعادت وعدلت إلى ضرورة أن يتم العمل على هدنة إنسانية في المرحلة المقبلة. هذا كله يشير إلى التعقيدات الموجودة. وبالعودة أيضا إلى تصريحات نتنياهو، نتنياهو في مستهل حديثه قبل أقل من ساعة كان قد تحدث عن أن هناك خسائر كبيرة
كبيرة، وقبله كان رئيس الأركان قد تحدث عن ثمن باهظ، ومن قبلهما كان أيضا الناطق العسكري ووزير الدفاع جالانت. وهكذا هي الأمور في إطار تهيئة الرأي العام الإسرائيلي لتقبل نتائج غير تلك التي تعده بها قيادته، واحتمالات أن تتصاعد وتتزايد أعداد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين، لا سيما وأن القيادات كافة العسكرية ورئيس هيئة الأركان العسكرية من الحدود مع غزة قال بأن هناك قتال ضار ومعارك وجه لوجه أي مباشرة مع المقاومين الفلسطينيين، وعدد الجنود القتلى والضباط يرتفع في كلما تقدم الوقت وكلما تقدمت القوات الإسرائيلية في عمق مدينة غزة. هم يصفون أنهم الآن أمام خط الدفاع الصلب لكتائب القسام، وهذا يتوقعون أن يكون فيه معارك ضارية جدا أكثر من التي شهدناها حتى الساعة.